الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي على تجربة تانية اللي هي تجربة بتاعة discharge over او الفلو اوفر نوتش. الفلو اوفر نوتش او وير نوتش اللي موجود في المعمل او زي الوير اللي موجود في الطبيعة. دلوقتي عايزين نعرف هو الوير او النوتش اجهزة تستخدم لقياس التصرفات عن طريق ان انا عندي معادلة بتاعتها بحسب الاتش اللي هو ارتفاع المايه فوق النوتش بعوض في المعادله عشان اعرف احسب الكيو او التصرف. الهدف من التجربه ديت زي التجارب احنا خدناها بتاعت الاورفس زي التجربه بتاعت البنشوري، الهدف منها هو ان انا اجيب الكوفيشنت اوف ديسشارج معامل التصرف. معامل التصرف دوت اجيبه ازاي؟ عن طريق ان انا بقسم الكيو اكشوال التصرف الحقيقي مقسوم على كيو ثيوريتيكال اللي هو التصرف النظري اللي جاي من المعادلات. الهدف ان انا اجيب السي دي كوفيشنت ديسشارج اللي انا هستخدمه بعد كده في ان انا بعد ما احسب الكيو ثيوريتيكال لو عايز اجيب الكيو اكشوال هضرب الكيو ثيوريتيكال في السي دي يبقى انا جبت الكيو اكشوال. يبقى المفروض ان كل وير موجود في الطبيعه وكل نوتش موجوده في اي معمل ليها كوفيشنت ديسشارج بتاعها عشان اقدر بعد ما احسب الكيو ثيوريتيكال بالمعادلات اضربها في السي دي وبالتالي اعرف احسب الاكشوال ديسشارج الموجود. لازم نبقى واخدين بالنا ان في انواع كتيره من النوتش حسب الشكل بتاعها. النوعين اللي احنا ملتزمين بتاعه في الكورس بتاعنا، النوع الاولاني اسمه ريكتانجلر نوتش، الشكل بتاعه ريكتانجلر مستطيل زي ما هنشوف دلوقتي. النوع الثاني اسمه في نوتش، الشكل بتاعه حرف 7 حرف في يعني، وده هنشوفه برضه دلوقتي ان شاء الله. كل واحد فيهم له معادله بترمات مختلفه شويه. الترمات لو حبينا نبص كده سريعا على كيو ازاي نعرف نحسبها، الكيو اكشوال في هذه التجربه بتحدد مباشره باستخدام الفلو ميتر، باستخدام الجهاز اللي بيقيس التصرف اسمه الفلو ميتر. والوحدات بتاعتها اللي احنا هنحولها طبعا هيبقى متر مكعب في الثانيه. الكيو الثانيه اللي احنا عايزين نجيبها للكيو ثيوريتيكال هنعوض في هذه المعادله اللي احنا شايفينها ونحسب قيمه الكيو ثيوريتيكال. المعادله دي بتقول ان كيو ثيوريتيكال بتساوي 2 على 3 ب روت 2 جي مضروبه في اتش اس 1.5. بي هو عباره عن العرض بتاع النوتش. لو احنا جينا بصينا هنا كده عملنا زوم على الميه هنلاقي هنا ده النوتش، شايفين المطاط الاسود دوت بيحدد تقريبا النوتش بتاعتنا ابعادها عامله ازاي. دي العرض بتاعت النوتش، دي العرض بتاعت الفتحه بتاعتنا، ده البي. لو احنا بصينا هنا هنلاقي هو دوت الكريست، ده هو الكريست بتاعت النوتش. الشكل اللي احنا شايفينه دوت هو ده الريكتانجلر نوتش اللي بتكلم عليه، هو ده الريكتانجلر نوتش، ده العرض بتاعه وده ارتفاع الميه اللي فوق النوتش، ده الكريست بتاعت النوتش القاع بتاعت النوتش، وده ارتفاع الميه اللي فوق النوتش اللي هو الاتش. فالمطلوب من عندنا في هذه المعادلة في التجربة ان احنا نحسب ال H دي قد ايه وناخدها نعوض بيها في هذه المعادلة، نحط ال H دي بالمتر طبعا بعد نحولها بالمتر، وال B اللي هو العرض بتاعة النوتش الرقم ثابت مش هيتغير 4 سنتي، ال 4 سنتي ده نقسمه على 100 عشان نحوله بالمتر 0.04 متر. تعوض في المعادلة دي يبقى انت جبت كيو ثيوريتيكال. ببساطة شديدة هنقسم الكيو اكشوال متر مكعب في الثانية على كيو ثيوريتيكال متر مكعب في الثانية، يبقى احنا جبنا كوفيشنت اوف ديسشارج معامل التصرف للنوتش. تعال نشوف ازاي بنسجل كل واحدة فيهم. هنبتدي أول حاجة نجيب الكيو اكشوال. الكيو اكشوال بتاعتنا هنجيبها عن طريق الفلو ميتر، الجهاز دوت اسمه الفلو ميتر، الجهاز اللي هو بيحسب التصرفات. ازاي هنحسب الكيو اكشوال؟ لو احنا عملنا زوم على الفلوميتر هنلاقي عباره عن انبوبه، الانبوبه دي مليانه ميه والانبوبه دي فيها مخروط، فيها مخروط معدني اللي احنا شايفينه دوت. المطلوب دلوقتي ان انا عايز اجيب التصرف، اقيس التصرف من القاع من القاع القاعده يعني بتاعه المخروط اللي هي الجزء العلوي بتاعها. هنلاقي ان القاعده ديت واقفه على 4 واقفة على 4 ديت معناها 4 متر مكعب في الساعة. الوحدات اللي احنا بنقيس بيها في التجربة ديت متر مكعب في الساعة.
يبقى الكيو او التسارب بتاعنا 4 متر مكعب في الساعه. طبعا هنحتاج ان احنا نحول الكلام ده الى متر مكعب في الثانيه. ازاي؟ ان احنا نقسم الرقم ده على 60 في 60 على 3600 عشان يتحول من 4 متر مكعب في الساعه الى رقم معين متر مكعب في الثانيه. اذا ده التصرف مباشره، هنجيبه من هنا ونحوله، يبقى احنا جبنا الكيو اكشن. بعد كده لو احنا عايزين نجيب الكيو ثيوريتيكال اللي هي ارتفاع، محتاجين نعرف ارتفاع المايه فوق النوتش اللي هي الاتش. هنجيبها ازاي؟ عن طريق استخدام النيدل جيج دوت، عن طريق استخدام المقياس دوت عشان يعرف نجيب الاتش ارتفاع المايه فوق النوتش. الجهاز ده لو احنا بصينا فيه هتلاقي فيه مسمارين. نركز لو سمحنا كده، لو سمحت كده هنشوف ان احنا اول في هنا مقياس مدرج، في هنا مقياس مدرج من اول زيرو تحت لغايه 20 فوق 20 سنتي. المقبار دوت مدرج بالسنتي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنظبط المقياس بتاعتنا. هنفتح اول حاجه المفتاح دوت اللي فوق. المفتاح اللي فوق بيخلي العصايه ديت او البار ده كله بيتحرك فيرتيكالي زي ما احنا شايفين. طيب هنعمل ايه؟ هنحط، هتلاقي في ابره هنا لو خدنا بالنا، هتلاقي هنا في ابره وده المقبار اللي بيتحرك راسي زي ما احنا شايفين. كل اللي هنعمله ان احنا هنثبت دوت هنا، وهو ده هتلاقيه متثبت على طول. هتدخل دوت، هتنزله لغاية ما يلمس القاع بتاع الكريست، هيلمس الكريست بتاع دي الوير، هيلمس الكريست بتاع دي النوتش. لو خدت بالك هتلاقي الإبرة مرتكزة على الكريست بتاع دي النوتش. ساعتها أول ما أشوفها مرتكزة على الكريست بتاع دي النوتش هقفل المسمار اللي فوق، هقفل المسمار اللي فوق. بعد كده هعمل ايه؟ هتلاقي في مسمار تحت هتفتحه. المسمار اللي تحت دوت هيعمل الحديده ديت، هتشتغل على الطرف العلوي بتاعها، هنثبتها على قرايه وليكن 4. لو خدت بالك هتلاقي الرقم الطرف العلوي بتاع الحديده متثبت على 4. معنى كده نقدر نقول ان منسوب الكريست بتاعنا دوت 4. نعمل ايه بعد كده؟ نرجع نفتح مره ثانيه المسمار اللي فوق عشان اعرف احرك العصايه دي لفوق. اقعد احركها لغايه ما يلم الابره تلمس سطح الميه، يا دوبك تلمس سطح الميه زي ما احنا شايفين. وبعدين اقفل المسمار اللي فوق مره ثانيه. هبص الاقي ان القرايه بتاعتي بدل ما كانت 4 اصبحت 10. يبقى من هنا عرفت ان ارتفاع الميه فوق الكريست 6 سنتي. ونقول مره ثانيه عشان ما نتلخبطش، احنا عندنا عندنا مسمارين بنفتحهم ونقفلهم 3 مرات. اول مره ان انا بفتح المسمار اللي فوق عشان حاضر احركه بحيث انه يرتكز على كريست، وبعدين اقفله. اجي افتح المفتاح اللي تحت اظبطه على رقم وليكن 5 على سبيل المثال. ارجع مره ثانيه افتح المفتاح اللي فوق، المسمار اللي فوق، وحرك الرقم بتاعي، حرك البار طلعه لفوق لغايه ما السن الابره تلمس سطح الميه، واقوم قافل المسمار اللي فوق. اقرا بقى القرايه مره ثانيه، هنلاقي الرقم بتاعنا اللي هو كان 5 اصبح 10.5. طبعا ده عشان التصرف احنا غيرناه، فالتصرف بتاعنا عشان كده ارتفاع الميه قل، فالارتفاع بتاعنا بقى 5.5. يبقى ده الاتش او ارتفاع الميه اللي فوق الاورفس. هاخد انا الاتش 5.5 ديت، 5.5 سنتي سمة عالمية عشان تتحول بالمتر. هعوض في المعادلة اللي حضرتك شايفها هنا، الاتش هي دي الاتش اللي بنتكلم عليها، 5.5 سنتي على 100. البي اللي هي العرض بتاع النوت اللي احنا قلنا 4 سنتي، 4 سنتي ديت يعني 0.04 متر. جي عجلة الجاذبية 9.81. هتعوض في المعادلة يطلع لك كيو ثيوريتيكال متر مكعب في الثانية. هنقسم الكيو اكشن اللي احنا طلعناه من الفلوميتر على كيو ثيوريتيكال، يطلع لنا السي دي او الكوفيشنت اوف ديسشارج. الكوفيشنت اوف ديسشارج بتاع النوتش
مقارب للكورفيشن شارج بتاع الاورفيس تقريبا بيتراوح ما بين 0.6 الى 0.65. فمهم زي ما اتفقنا ان احنا نعرف ازاي نعمل كومنت على الريزلتس بتاعتنا. ملحوظه سريعه، لو انا حبيت اعمل التجربه مره ثانيه مطلوب زي ما اتفقنا انما انت تعمل التجربه على الاقل 3 مرات عشان تجيب 3 قراءات عشان تستخدمها في رسم الكيرفات المطلوبه. الكيرفات اللي مطلوبه منك اللي موجوده في اللاب بوك اللي معاك. هنغير التصرف ازاي؟ الحاجه اللي هنعرف نغيرها عشان نعمل التجربه مره ثانيه ان هنغير التصرف. هنغير التصرف من خلال هذا المحبس. لو انا فتحت المحبس شويه هتلاقي طبعا ارتفاع الميه اللي فوق النوش زاد. الاتش هتجيبها مره ثانيه. لو انت بصيت على الفلوميتر بدل ما كان 4 اصبح تقريبا 5.2. ما ننساش ان الشرطه الواحده الصغيره هنا ب 2 لتر. يبقى الرقم اللي متسجل هنا دوت 5.2 لتر. 5.2 متر مكعب في الساعة. 5.2 متر مكعب في الساعة تقسمه على 3600 عشان يبقى متر مكعب في الثانية. هتعيد التجربة دي 3 مرات عشان كل مرة تجيب اتش وتجيب كيو مختلفة وترسم الكيرفات والعلاقات اللي مطلوب انك انت ترسمها. التجربة ديت ممكن انها تيجي في حالة الريكتانجلر نوتش زي ما احنا شفنا، او ممكن تيجي في حالة الفي نوتش. في حالة الفي نوتش زي ما متوضح عندك في اللاب بوك في الكتاب بتاعك وفي الليكتشرز بتاعتك، المعادلة بتتغير. الاتش بدل ما هي اس 1.5 تبقى اتش اس 2.5. مفيش عندي بي لان ده حرف في زي ما احنا شايفين عامل زي حرف 7 بالعربي. اللي هيخش معايا هي ثيتا اللي هي الزاوية الداخلية اللي في الفي نوتش. الزاوية دي ثيتا دايما بناخدها انها بتساوي 90 درجة. يبقى اذا ثيتا على 2 يطلعوا 45 درجة يبقى تان 45. يبقى اذا بالتالي اقعد في هذه المعادلة اجيب الكيو ثيوريتيكال ده في حالة الفي نوتش، هقسم الكيو اكشوال على الكيو ثيوريتيكال. الكيو اكشوال بنفس الطريقة طبعا. هقسمهم على بعض اجيب السي دي اللي هو كوفيشنت اوف ديسشارج. واضح قوي ان احنا لازم ناخد بالنا ايه القرايات اللي انا قستها، ايه الميجرمنتس يعني، ونفرقها ما بينها وبين الحسابات. الميجرمنتس بتاعتنا زي ما هو واضح في هذه المساله التجربه الكيو من الفلوميتر مباشره ده اول حاجه، واخر حاجه الاتش لارتفاع الميه اللي قسناه عن طريق فرق الارتفاع اللي احنا قسناه الفلوميتر. هاخد القرايتين دول احطهم في المعادله بتاعتنا ونحسب الكيو ثيوريتيكال والكيو اكشوال وبالتالي نحسب الكوفيشنت اوف ديسشارج.